الاخبار الطريفه. نبداو بالخبر الاول اللي يخص واحد من اللاعبين الافارقه. الساعه نعرفوا المنتخب الجزائري باش يلعب غدوه ضد المنتخب الصومالي في اطار تصفيات كاس العالم، اول مباراه ليه. دونك المنتخب الصومالي مباراه باش تلعب في الجي، فالمنتخب الصومالي جاء لتونس منذ ايامات لهنا وقام بالتربص نتاعو باش يتعود على المناخ وانه الجزائر تكون قريبه لتونس بعد ينجم يسافر، وهو اللي صار. منتخب الصومال كان سافر نهار الاثنين في الليل الى الجزائر ومشي يلعب غدوه المباراه نتاعو، حتى الان كل شيء طبيعي. لكن الحاجه اللي صارت نجم نقولوا ماهيش طبيعيه، بما انه فما واحد من اللاعبين المنتخب الصومالي هرب من مقر الاقامه هنا في تونس في احد النزل في تونس لهنا، وماهوش موجود حتى مع المنتخب الصومالي. وحسب وسائل اعلام الصوماليه فانه اللاعب هذايا هو ما كشفوش على الاسم نتاعه، ولكن حاولنا نلوجوا الكل وتاكدنا انه اللاعب هذايا يشغل خطه مدافع واسمه محمد علي ابراهيم، واللي غادر بعثه المنتخب الصومالي. وين اتجه؟ هو ما هربش فقط وقعد في تونس، بل انه اتجه الى ايطاليا عبر عملية حرقة من تونس لاعبي هذايا. وتم التأكد من أنه مغادرته للتراب التونسي، ما تحولش مع منتخب الصومالي إلى الجزائر، وتحول مشى في عملية حرقة إلى إيطاليا. وحسب المعلومات اللي عنا فإنه العملية كانت منظمة معناها من قبل حتى بيجي منتخب الصومال إلى تونس، وهذا شنو يخليه يغادر إلى إيطاليا. دونك الحقيقة حاجة غريبة برشا، سهلة غريبة حرقه والله حاجه استنى فيه بالزودياك وجو حاجه. الاتحاد الصومالي لكره القدم مازال ما اعلنش رسميا حتى الان، وفما تكتم حتى على الاسم، لكن كما قلت فما بعض الصفحات وغيره كما الكابتن نشوف فيها توا كابتن ديكرون نشوفوا انه تم تاكيد الخبر هذا. وكما قلت اللاعب يشغل خطه مدافع واسمه محمد علي ابراهيم، سابقه مش الاولى جعفر حتى فهم لعبيه توانسه فاتت، المصري زاد كيف كيف اي فما 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 برشا ملاعبيه وبرشا حالات كيما هكا. غريبه على الاخر. حرق مازال مش مصدق حرق ولا حرق كل يوم قاعده تخرج البطويت منظم لا معناتها سامحني بالله سيد المخرج على مساله معناتها في تونس الاعداد وكذا، مش ندخل في التفاصيل، الاعداد للحرقه معناتها يتطلب فهمتني؟ طلب خدمة كبيرة، طلب خدمة من التوانسة، خلي أحد أجنبي وما يعرفش البلاد شهور، خاطر أنا في البرنامج تاع يستحق نخدم على الموضوع هذا. طلب شهور وما نحبش نحكي لك، أما يطلب شهور. نعرف معناتها إعداد وكذا وتخطيط وتكتم جاء حرق طول مسهلة ما فهمش ريح لا يمتظم الدونك في ساعة ونص حرق ما تأجلتش الحرقة أكثر من مرة كما يصير. مش هو يوصل لبطو وحده لا هذاك تونسي هذاك تونسي مش تعرف اللي مافيا نتاع الحرقة تحلت للأجانب، فما أجانب يخدموا في تونس في الاحتياج حتى الأجانب أكثر من التوانسة، خاطر الأجانب اللي فاتت مشكلة صفاقس والدنيا معني على نفس الموضوع، والأجانب خاصة في الولايات الساحلية خاصة في صفاقس مش حتى موجودين الأجانب يحرقوا أكثر من التوانسة لأنهم يدفعوا أكثر فلوس ونجموا يقبلوا انهم يحرقوا بعدد كبيره، مش كيما التوانسه اللي كيلقى روحه ونجم في الريسك وباش يدفع فلوس يقول لك لا معناها، والكل الاجانب للاسف يحرقوا بعدد كبيره. خلينا في سبور خلينا في سبور على كل تعدوا للخبر الثاني واللي هو الطريف ايضا. فما اللاعب تاع بي اس جي زائر امري ملاعب هذايا اللي تم استدعائه مؤخرا للمنتخب الفرنسي لاول مره، وعلى فكره هو عمره 17 سنه وهو اصغر لاعب يتم استدعائه للمنتخب الفرنسي منذ اكثر من 80 سنه. هو أصغر لاعب في تاريخ منتخب فرنسي منذ أكثر من 80 سنة قبل مبابي. أي لا هذا استدعاه أول مرة أقل من مبابي. مبابي كم شيء كان عمره 17 قريب 18، هذا مازال في بداية 17 دونك أصغر لاعب في تاريخ المنتخب الفرنسي. الحاجة الغريبة أنه القانون الفرنسي كما تعرفوا يمنع أنه لاعب اقل عمره 18 سنه يسمى مازال طفل. هنا دونك المنتخب الفرنسي باش يلعب مباراه اولى ضد جبل طارق في فرنسا، هنا ما فهمش مشكل باش يلعب اللاعب هذايا والكل، لكن المباراه الثانيه في طار التصفيات اللي باش تكون ضد اليونان في اليونان، المنتخب الفرنسي مضطر انه يسافر الى اليونان، وشيء هذايا باش يخلي زاير امري ما ينجمش يسافر مع المنتخب الفرنسي الا بضمان ابوي. وهذا الشيء اللي باش يخليه يستحق لضمان ابوي من الوالد نتاعو باش يسافر مع المنتخب الفرنسي، بما انه مازال يعتبر طفل مازال ما وصلش لسن القانوني. هو نحن انت باش تمشي لتركيا لازمك ضمان ابوي كي تبدا اقل من 35 سنه. انا تعجبني معناتها هذا عمره 17 عام ولازم تصريح ابوي باش يمشي كور مع المنتخب تاع فرنسا، واحنا في تونس ساعات ملاعبي
واحد عمره 25 ولا 27 سنه يقولوا مازال صغير، مازال فيه، مازال مش تو تعطيه فرصه، استناه وقتاش حسيلو. انا بعد فات 20 وزال نقول مازال صغير. نعم، دونك هنا يستحق ضمان ابوي بما انه مازال طفل كما قلت. حدث غريب وطريف لانه باش يلعب مع المنتخب الفرنسي الاول، معناها مش مع المنتخب الاواسط ولا المنتخب الاولمبي. مش كبير كيفاه؟ اه لا مش معك على ايهاب، قال لي العلملاوي جاب بجبن. غلطت بيني نزل على الفرزه. مش تسمع في زميلك؟ نسمع فيه هكا فضلك عليه. دونك هذا مهم الاخبار اللي حابين نحكيوا عليهم اليوم. اخبار طريفه شوي لانه كما تعرفوا توقف البطولات في الوقت هذا جعفر. نذكروا فقط المنتخب التونسي باش يلعب نهار الجمعه الثانيه بتاع اللي ضد ساوتومي برنسيب مباراه هذيا. والمنتخب التونسي ربما عندنا اربع ملاعبيه صعيب كان باش يلعبوا في المباراه هذيا. نحكيوا على سليتي العاشوري، هيثم الجويني، وايضا محمد علي برمضان اللي يعانيوا من اصابات، عندهم اصابات. قال لك خويا في طمكو سليتي. شكرا هاني، يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. كانت هذه هاني جيت، ونفسها هي نفس الفقره هاني مشيت. هاني مشيت. شكرا هاني. باش نعملوا فاصل، فاصل بالنسبه للمستمعين. اسمه الفاصل هذا فاصل غنائي، فاصل ملاوي والحقيقه. والحقيقه فاصل ملاوي ملاوي الحقيقه. انتم عندكم هريسه نحب نسالكم، هل المستمعين يسمعوا عندكم جمعه ما شاء الله تبارك الله كل يوم فاصل ملاوي؟ مش كل يوم، انا عندي مدقق. امبارح لا، امبارح ملاوي شايحه نجد نوع. واليوم ملاوي شنو؟ جبن. اليوم بجبن. جبن جبن جبن. صحه وشفاء، صحه وشفاء.